نرجع بقى لاحمد، وعايز اعرف ايه ردود الافعال اللي جات لك من حمله وطني ايمن، سواء كانت سلبيه او ايجابيه، وانتوا تعاملتوا معاهم ازاي؟ تمام، نتكلم في الايجابيه الاول. طبعا بدايه احنا بنستهدف ان احنا يعني زي ما نكون وسيط، انا وسيط ما بين المصري اللي هو انا واحد منه، وبين المستثمر اللي هو مصري برضه، وما بين العامل في قطاع السياحه اللي هو مصري برضه. فانا عايز اقول للمستثمر او اصحاب الفنادق او اصحاب شركات السياحه، ما تغلوش على المصريين، تمام؟ حاولوا ان انتم تستهدفوا شرائح كتيره، طلبه الجامعات. ليه طلبه الجامعات ما يشوفوش الاماكن الجميله بتاعت مصر؟ ده هيرسخ جواهم انتمائهم للوطن، تمام؟ هيخليهم يعرفوا قد ايه بلدنا جميله. ما دي من اداره الجامعه بقى متهيألي يبقى في رحلات لشرم الشيخ والغردقه يعني والاماكن السياحيه الجميله اللي في الجامعات مصر. محتاجه توعيه. اي حد يعني احنا محتاجين ان احنا كل شويه كشباب نقعد نرن الجرس نرن الجرس نرن الجرس، عايزين شباب الجامعات يبقى في مبادرات، احنا يعني بصدد ان احنا ان شاء الله باذن الله يبقى في فعاليات في الجامعات عشان الشباب يشاركوا معانا، تمام؟ فدي جزئيه. الجزئيات الايجابيه ان في شركات بالفعل اوريدي اتصلت بينا، احنا بنعمل ديل معاهم ان احنا نخفض الـ 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 الرحلات بتاعتهم بحيث ان احنا الاقامه وتذاكر الطيران، وبالفعل القرارات دي يعني اتناقشت اول امبارح مع تمام سياده وزير السياحه، فكان في مردود من الشركات. برضو قدرنا ان احنا نتواصل مع اكتر من جهه او اكتر من مؤسسه قوميه، ازاي ان هي تقدر تواصلتوا مع وزاره السياحه ولا ما كانش في اي تواصل هو او تنسيق مثلا حتى الان؟ عشان هو الوقت كان ضيق اكتر، فاحنا نتمنى ان هو يكون في تنسيق من جانب وزاره السياحه ومن جانب هيئه تنشيط السياحه. طبعا ده شيء يعني يشرفنا، واحنا بنمد ايدينا، احنا محتاجين حد يساعدنا. هو كتير بيسال فين الشباب وفين افكارهم، احنا موجودين بس محتاجين اللي يساعدنا. محتاجين دعم؟ محتاجين دعم. طبعا محتاجين دعم من الشباب، رجال اعمال، محتاجين دعم رجال اعمال، محتاجين دعم مؤسسات الدوله، محتاجين دعم مؤسسات المجتمع المدني، محتاجين دعم اهالينا في بيوتنا بدعاويهم. طب في حاله وجود دعم ايه اللي ممكن يحصل او ايه الخطوات اللي هتتخذوها فورا؟ الخطوات اللي ممكن تحصل فورا، اولا فعاليات، الناس عايزه توعيه. توعيه تعرف مصر جميله قد ايه. ده في حد ذاته مردود لبره، انت سبت بلدي بس انا بحبها، انا شايفها جميله. في ناس كتير نعرف شرم الشيخ. خلينا نتكلم عن الفئه دي. بس ما شافوش شرم الشيخ. ما شافوش جمال الطبيعه في شرم الشيخ. تمام. احنا عايزين نوصل للناس الجمال ده في ورقه صغيره يشوف فيها كده. شرم الشيخ بلدي جميله، بلدي جميله فعلا، هم سابوا المكان ده ليه ازاي؟ سابوه ازاي؟ انا عايز المصريين يبقى اللي في بيته اللي ما راحش شرم الشيخ، انا مش عايز الفلاح يطلع من غيطه ويسيبه ويروح شرم الشيخ، مش عايز ده، لا انت خليك شغال زي ما انت. انا كفايه ان انا اوصل لك صوره بس ان شرم الشيخ دي بتاعتنا شايف جميله ازاي؟ شايف الطبيعه خلابه ازاي؟ شايف مصر عندها خير ازاي؟ عندنا خير كتير. طيب اسراء، زي ما احمد بيقول ان في عنده افكار وعايز، مش شرط ان الفلاح المصري اللي قاعد في الارض بتاعته يروح شرم الشيخ، بس يبقى عارف ان في بلده في حاجه يعني مدينه زي مدينه شرم الشيخ. هل انتوا مثلا قعدتوا من خلال الحمله قعدتوا فكرتوا الافكار تانية مثلا تعملوها، او نزلتوا بقى الارض الواقع؟ يعني ده كل ده ما تزعلش مني، كل ده كلام احنا عمالين نتكلم، عايزين حاجه بقى على يعني على ارض الواقع. يعني احنا مثلا من جانبنا كاعلام، لا كل القنوات طلعت بث مباشر من هناك، سجلت برامجها من هناك، بعتوا مراسلينهم هناك، وبنسلط الضوء كمان على الحملات والمبادرات اللي بتدعم السياحه. المستثمرين كنا امبارح بنتكلم ان لازم يبقى لهم دور، الفنانين كانت امبارح مروه بنقول في الحلقه ان في محمد منير هيروح يعمل حفله هناك. انتوا بقى يعني كشباب عايزين حاجه على ارض الواقع، يعني ليه ما فكرتوش مثلا تجمعوا بعض وتطلعوا على هناك على طول؟ فعلا هو فكرنا في كده، وكان بنتواصل بقى مع الفنادق اللي هناك، وكنا بنجمع بعض، وكنا بنشوف هنعمل ايه فعلا، وكنا بنروح. وانا كلمت ايطاليا وقلت لها بدعوكي يعني تيجي في ايطاليا، اسمها لويزا، وفعلا دعيتها على الصفحه وكلمتها في الشات وقلت لها ممكن تيجي وكده، قالت لي طبعا انا مش هقدر بس نفسي، وكلمتني انها حابه تيجي جدا، وكنا هنعمل فعلا. طب انا اقول لك بقى فكره كمان ثانيه، انت بتدعوها بس هي تيجي، هي تتحمل المسؤوليه او النفقات بتاعتها. انا فكره هي مثلا وانا قاعده جات لي ان انتوا ليه ما تعملوش دعوات لبعض الاصدقاء اللي على الفيسبوك عندكم او تعرفوهم، واحنا كلنا كشعب مصري يتحمل نعزمهم يقضوا يومين هنا في مصر، وده هيكون بدعم وزاره السياحه وشركات الطيران، مش هنبقى لوحدنا، يبقى في دعم مننا كلنا. ليه ما فكرتوش في ده مثلا؟ فكرنا في ده،
فكرنا ده حقيقة تمام. بس هو الوقت ضيق شوية، كنا محتاجين ان احنا يعني نعمل اكتر من 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 فعالية عشان يبقى مش 10 20. انا عايز اشوف شرم الشيخ كله بيجري عليه، عايز اشوف كله في شرم الشيخ بيتصور انا وطني امن، احنا في نفس المكان اللي كنتوا واقفين فيه اهو، المصريين كلهم موجودين. طيب.